شهد أول مركز متخصص تعليم الموسيقى بمدينة الخبر إقبال كبير من كلا الجنسين، وخصوصا من النساء السعوديات اللي تحدثوا وتكلموا عن شغفهم بتعليم الموسيقى. أكيد نقلنا لكم أجواء المركز، خلونا نتابع التقرير مع زميلنا محمد القحطاني ونرجع لكم. شيء جميل جدا جدا جدا، الحكومة أتاحت لنا الفرصة في الترفيه وإدارة المواهب الفنية، فالحمد لله فتحت هذا المركز في تقديم الموسيقى وتعليم الموسيقى. في قابلية كبيرة على تعليم الموسيقى بالذات العنصر النسائي، جدا جدا يعني إقبال كبير على تعلم الموسيقى. الشباب برضو موجود لهم إتاحت فرصة جميلة في التعليم وتدريب الموسيقى، كمان قاعدين نوظف مدربين متخصصين في التدريب. مبسوطة مرة، مستانسة أنه الحمد لله قدرنا الآن في مراكز تطويرية للتعليم الآلات الموسيقية أكثر من آلة، ومدرب ما شاء الله يعني مرة عنده قدرة في التعليم مرة عالية. كان عندي شغف أني أتعلم الموسيقى منذ الطفولة، واليوم الحمد لله صار عندنا مراكز متخصصة في الموسيقى أتاحت لنا الفرصة للتعليم والتدريب، وإن شاء الله يا رب أنه مع الوقت راح نتعلم المهارة. هذا المركز يسعى إلى تحقيق رؤية 2030 وهي تنمية مواهب فتياتنا وشبابنا. نسعى في هذا المركز أمانة إخراج ما في خاطر شبابنا وبناتنا في تطوير أنفسهم موسيقيا وجميع الفنون. في ختام حلقتنا مشاهدينا نذكركم في المشاركة في استفتاء برنامج سيدتي حول هاشتاج استفتاء برنامج سيدتي. سؤالنا لكم، إيش المواضيع اللي تحبوا نستعرضها في البرنامج، سواء كانت مواضيع أفكار، حتى لو ترشحوا أنفسكم إذا كان لديكم شيء تحبوا تطرحوه ويسلط الضوء عليه أكيد من خلال مشاركتكم على هذا الهاشتاج. أحب أشكر أودي مشاركتها معنا في الحلقة اليوم. سهلة، كان لك إضافتك القوية اليوم يا أودي. شكرا لك. شاهدينا نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة.